ألم العصب الخامس هو عبارة عن ألم بيجي بمنطقة الوجي، بيجي على شكل نوبات كهربائية أو ألم، أو مرات يكون مصاحب للخدران. يصيب بالعادة ثلاثة مناطق بالوجي، يا إما حولين العين أو في منتصف الوجه أو بالحنك. سبب ألم العصب الخامس هو انضغاط جذر العصب جوا الدماغ، يا إما نتيجة وعاء شرياني أو وريدي في معظم الأحيان، بالإضافة لوجود أمراض مناعية أو وجود ورم ضاغط على جذر هذا العصب. العلاج بيكون دوائي في بادئ الأمر، ولكن عند فشل المعالجة الدوائية يا إما نتجه للجراحة أو توجيه أشعة لجذر العصب للسيطرة على هذا الألم بتكنولوجيا الجاما نايف، وهي علاج شعاعي دون جراحة. مع تمنياتنا لمرضانا الأعزاء بالشفاء العاجل. الألم الحاد والقاتل مثل نتلات الكهرباء، ألم قوي جدا اسمه التهاب العصب الخامس، راح نحكي عنه بالتفصيل. هناك 12 عصب يتفرع من داخل الجمجمة اسمها كرانيال نيرف، من أهمها وأكبرها العصب الخامس والعصب السابع، الدائرة الحمراء للعصب الخامس والدائرة الخضراء للعصب السابع. هذه الأعصاب تمتد للرأس والرقبة والكتف. هنا ترايجيمينال نيورالجيا، وهي المشكلة التي تصيب العصب الخامس، ترايجيمينال نيورالجيا. العصب الخامس هو عصب ثلاثي، شوفوا ثلاث أفرع V1 V2 V3، يغذي الوجه، يعني يغذي منطقة الفك العلوي والفك السفلي والجبهة مقدمة الرأس. التهاب واعتلال العصب الخامس يؤدي إلى آلام جدا قوية، مثل يقطعون اللحم بالسكين، هالقد ألم قوي، ويشكون منه المراجعين، ويسوي من الحالات النفسية، لا يستطيع يأكل، لا يفرج أسنانه، صداع جدا قوي. شوفوا العصب شلون يتفرع، هذا هو العصب الخامس أو العصب الثلاثي، يتفرع للفك العلوي، شوفوا شلون يغذي الأسنان بالفك العلوي، أيضا يغذي الأسنان بالفك السفلي. طبعا العصب الخامس يسموه العصب الحسي، يعني المسؤول عن الإحساس بالألم. أما العصب السابع يختلف، هو يسموه العصب الحركي، مسؤول عن حركة العضلات بالوجه، يعني من ينصاب الإنسان بالشرجي، هذا واحد شلل العصب السابع، يعني يوقع الوجه، العين تتهدل، الشفايف، ويكون من جهة واحدة فقط. راح أحكي لكم عن أسباب التهاب العصب الخامس وطرق علاج العصب الخامس، لأن هاي المشكلة نعانيها بعيادة الأسنان، يجي المراجع وعنده آلام قوية جدا بالأسنان. طبعا هنا المراجع المسكين يظل يفتر بين العيادات وبين أطباء الأسنان وما يعرف شنو هذا الألم، يروح للأطباء يقولوا له أسنانك ما بيها شيء، وبعضهم يقلعون أسنانه، بعضهم يسحبون العصب مع الأسنان، فصراحة حتى الطبيب يدوخ مع المراجع، لأنه دا يعتقد أنه هذا ألم السن. ولذلك انتبهوا من الصير عندكم هالحالات، مو شرط يكون وجع السن. الآن نتكلم عن أعراض التهاب العصب الخامس، وهي ما يلي: تتجلى بهجمات مفاجئة ومكثفة من الألم الحاد، أو من خلال شعور بنتلات كهربائية أو رعدية حارقة، والتي تستمر لبضع ثوان، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض المؤلمة عند التحدث والضحك واللمس والأكل وتنظيف الأسنان أو أي شيء يحفز العصب. الآن نتكلم عن محفزات الألم، وهي هذه النقاط عندما نلمس الوجه من الخارج، أثناء غسل الوجه، أثناء حلاقة الرجال، أثناء تفريش الأسنان، أيضا أثناء لمس الأنف، أو بشرب الماء الحار أو البارد، حتى بالأكل، وحتى بالتحدث أو الابتسامة، أو أثناء وضع المكياج بالنسبة للإناث. الآن أتكلم عن أهم موضوع باختصاصي، وهو الأسنان وعلاقة التهاب العصب الخامس بآلام الأسنان. هنا يذكر لكم أنه المريض يجي للعيادة، يعني حتى الطبيب يسوي له حشوة جذر، يقطع العصب مع الأسنان، لأن الطبيب والمراجع يظن أنه الألم بالأسنان. بصراحة هذه مشكلة جدا كبيرة، المريض يعاني من التهاب العصب الخامس ويروح يقطع أعصابه أو يقلع أسنانه. الآن نتكلم عن طرق علاج العصب الخامس. هناك طرق جراحية بالدماغ، وهناك أبر حرارية ترددية، وهناك حبوب تأخذ مثل هاي الكربامازيبان، كربامازيبين هذا الاسم، أو التيغريتول
هذا ياخذوه أهل الصرع وأهل النوبات. هاي الصورة أمامكم لشركة أخرى من هذا الدواء مراجعة تستخدمه وحبيت أنشر الصورة. طبعاً هذا نوع آخر من الدواء. وأيضاً هناك أدوية مرخية للعضلات يصفها الطبيب المختص بالأعصاب والدماغ، مثلاً باكلوفين. هذا الدواء يرخي العضلات، أيضاً يستعملوه للمصابين بالتصلب اللويحي المتعدد. هذا دواء جداً مهم اسمه أميتريبتيلين. هذا جداً مهم للحالات النفسية، لأن اللي صاب بالتهاب العصب الخامس ممكن أن يصيبه حالات نفسية، فيحتاج لهاي الأدوية المهدئة والمرخية للأعصاب. وهذا الدواء مضاد للاكتئاب ولا يسبب الإدمان، مهم جداً. هنا راح أحكي لكم على الطرق الجراحية. أحياناً يكون واحد من الشرايين بالدماغ يكون فوق العصب الخامس، ومن ينبض الشريان النبض يدق على العصب، فهاي يحتاج عملية جراحية بوضع قطنة أو إسفنجة خاصة بين العصب والشريان. الطريقة الثالثة هي بالأبر الحرارية الترددية، تدخل بمكان معين من الوجه وتوصل هذه الأبرة إلى مكان بداية العصب الخامس ويتم كيها، ونحتاج جلسة أو ممكن جلستين. هاي طريقة فعالة جدا وآمنة. الآن أتكلم عن شلل العصب السابع. هذا العصب الوجهي يختلف عن العصب الخامس، شوفوا شلون يوقع الوجه من جهة واحدة فقط.